لي تحياتي لكم أينما كنتم. ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة، أجواء أجمل قبل انطلاقة هذا اللقاء. من كابينة التعليق تواجد معكم فارس عوض، واليوم لدينا مباراة ضمن الدور 16 من هذه المسابقة، البرتغال ضد كرواتيا. الأجواء بدأت تشتعل أكثر وأكثر في البطولة، خاصة مع وصولنا لدور ثمن النهائي. كل شيء أصبح له ثمن، لا توجد فرص أخرى للتعويض. بيعدي وبيمر بالكرة، أوهو ما بيفعل الآن، كرة تصطدم في القائم وتعود إلى الملعب. الله على هذا الهدف، لم ننتظر كثيرا من أجل افتتاح التسجيل في هذا اللقاء. وهنا تأتي إعادة الهدف، نتابع من جديد سرعة ردة الفعل والتجاوب السريع وبكل ثبات مع الكرة في المتابعة وإحراز الهدف. الله على الإنهاء، هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كريستيانو يحافظ على كرته، فرصة هدف، يا رب هدف ثاني يسجل اليوم ويثبت قدراته الكبيرة وخطورته أمام المرمى. فرصة نشاهد الهدف مرة أخرى، مجهود فردي كبير في الانطلاقة والمراوغة والتجاوز حتى وضع الكرة في الشباك. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. هذه فرصة هدف، ما زالت الفرصة أمامه. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة، أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. لا يرحم أمام الشباك، هذه ثالث مرة نراه يزور المرمى، هدف ثالث، هاتريك كبير. يا عيني عليك يا لعيب كريستيانو رونالدو، كرة هدف في هذه اللحظات، الكرة في المرمى، هدف جديد يوسع الفارق لأربعة أهداف. نشوف إعادة للهدف مرة أخرى، ما كان في مساندة، اعتمد على نفسه، على مهاراته، على إمكانياته، توغل في المساحات، هدف يسأل عنه الدفاع، كيف يتركوه يقوم بكل هذا؟ تدخل خاطئ والقرار سيأتي باحتساب خطأ. دالوت، هكذا تكون الانطلاقة نحو الثلث الهجومي. تدخل ممتاز، الخطورة تنتهي الآن. ولام مع رافائيل لياو، فرصة هنا هل تستغل؟ أوهو على هذا الهدف، اكتساح كامل في الهجوم وفي النتيجة وفي كل شيء في الملعب. نشوف الهدف من جديد، كرة تلعب في المكان المناسب أمام المرمى والتسديدة لا تخطئ الطريق. كريستيانو يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، هدف يأتي، نشوف إعادة الكرة، شوف كيف سددت الكرة بمهارة عالية وكيف تجاوزت حارس المرمى، فنيات غير عادية لا ينجح فيها إلا المحترفين. كرامريتش، هذه هي الصافرة نهاية الشوط الأول من المباراة. على الرغم
من أن الأهداف العديدة اللي شاهدناها في شوط المباراة الأول، لكن المتعة بصراحة غابت لأن الندية غابت. بر فيها، انطلق فيها، راح ما زالت خطيرة. هنا يظهر الحارس ويتصدى. بيرزيتش، تدخل رائع هنا لاستعادة الكرة في المناطق الهجومية. كريستيانو رونالدو، رونالدو فرصة هدف، يا رب هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. شوف الإعادة، انطلق لوحده، لم يتمكن أحد من إيقافه، استغل المساحات، سجل بمجهود فردي. يا سلام على هذا الهدف. في تبديل واضح في صفوف المنتخب البرتغالي. ديوغو خوتا، وصلت لديوغو جوتا، خطيرة عن جوتا، الكرة في المرمى. يا الله على قوة هجومية خيالية ضاربة، هجوم لا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف. نتيجة توضح لك حالة المباراة، شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. ديوغو خوتا، أوتافيو، كرة بعيدة عن المرمى، المرمى مفتوح، والتسلل موجود في هذه اللعبة. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. خطيرة عن جوتا، تصدي خيالي، فرصة كانت قريبة جدا، خطورة لبرناردو سيلفا، تسويبة على المرمى الخالي، حارس المرمى خارج المرمى، والكرة في الشباك. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف، ضغط منظم ومتواصل واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة والتسديد مباشرة في هدف يجب أن يدرس. يخترق ولدي المساحة، فرصة ما زالت قائمة. يا رب، موسيقى، الله على اللحن، على الكلمات، على التوزيع، عمل فني متكامل. أوه على هذه الكرة. 9 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء. يتقدم بالكرة، الفرصة مستمرة هنا، الكرة في المرمى، يسجل الثنائية اليوم، ومن حقه أن يحتفل كيفما يشاء بما يقدم في أرضية الملعب. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة، شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة من مسافة قريبة، أكيد الهدف مضمون. الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. رافائيل لياو، وتأتي صافرة النهاية في هذه المباراة، ورسمياً يتأكد